خلقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا أهلا بك. أهلا، ما هو اسمك؟ بمناسبة شهر رمضان الكريم، سأسألك بعض الأسئلة عن البيت المنزلي، هل تريدين اللعب معي؟ نعم، أريد اللعب معك. وسنبدأ بالأكلات المشهورة. ما هو الطعام الذي يتناوله جميع عائلات المنزلي يوم الأحد وعند الأفراح؟ الآن سأسألك عن دراسة ما هو المعلم الذي أسس سنة 990 ميلادي تحت الدولة العباسية وهو يعد من أبرز معالم مدينة المنسكي؟ أما الآن سأسألك عن تقاليد ما هي البلد التي يمارسها الكثير من سكان المقيمين وهي من التقاليد؟